الناس فيما يعشقون مذاهبه، والأكل بالنسبة لنا في مجتمعنا الشرقي في مصر تحديدا بيبقى ليه ذكريات كتير جدا. وبطبيعة الحال الشعب المصري من الشعوب الأكيلة اللي بتحب الأكل اللي بتستطعمه، والأكل الأورينتال أو المطبخ الأورينتال عندنا مقدس وكل ستاتنا المصريين بيبدعوا فيه. سؤالنا النهاردة مرتبط بالنوستالجيا، بالماضي. النوستالجيا هو الحنين إلى الماضي، بالحاجات اللي بتفكرك بزمان، وأيضا بالأكل. إيه هي أكتر أكلة بتحبها من زمان؟ وإيه هي أكتر أكلة مرتبط بيها؟ يعني الأكلة دي تكون بالنسبة لك بتمثل ذكرى من الذكريات الجميلة، قعدة من القعدات الحلوة، شكل من أشكال الحنين للماضي، وفي نفس الوقت بتكون انت مرتبط بيها وبتحبها. بالنسبه لك ايه هي اكتر اكله مثلا؟ زي ما انت قلت يا مصطفى انه الاكل دايما مرتبط بالنوستالجيا، او عشان ترتبط باكله لازم يبقى يكون في ذكريات ليك معاها، لازم يبقى في حاجات تفكرك بالاكله دي، فبالتالي انت ارتبطت بيها وحبيتها وكملت لغايه ما كبرت بتحبها. انا عن نفسي من اكتر الحاجات اللي بحبها دايما هي المكرونه والبانيه، لان هي بتفكرني دايما بالاجازه او بالصيف او بالاجازه الصيف اللي انت بتسافر فيها، المصيف يعني الابسط والاسهل. بالظبط. فانا بالنسبه لي دي من الاكلات اللي انا بحبها جدا، عشان دايما كانت بتبقى مرتبطه يلا بسرعه عشان هتنزلوا بعدها البحر، او طلعنا من البحر، او رايحين تمارين، او مرتبطه دايما باللعب والفرهده والاجازه والجو الحلو قوي ده. دايما اكلات الشتاء شويه بتبقى اتقل، بتبقى بتعتمد على انك تبقى متدفي ومناعتك اقوى، لكن اكلات الصيف شويه بتبقى سريعه، فانت دايما طول الوقت بتبقى عايز حاجه كده اون ذا جو زي ما بيقولوا يعني. وزمان يمكن على ايامي انا شويه كان قليل قوي الوجبات السريعه، كان هم ثلاث اصناف أربعة. بالكتير ثلاث محلات كده هم دول اللي بتروح، كشي بقى دليفري والكلام ده، فكان دايما سهل قوي انك تعمل المكرونه والفراخ البانيه ويلا بقى بعدها نبقى لسه طالعين من البحر بقى، حتى لسه ما شلناش الملح من علينا. صح يعني صح. فانا دايما من الاكلات اللي بحبها جدا هي دي. ولو بنتكلم عن الحلو دايما، لو تفتكر بالذات في العجمي زمان او اسكندريه او الساحل زمان، حتى فطيره السكر. طبعا. يعني لو انت بقى عايز تحلي كمان، دي من الوجبات اللي انا برتبط بيها قوي وبتفكرني بذكريات حلوه، لانه دايما لما برجع كل الحاجات السريعه بالنسبه لي لطفولتي بلاقي الابسط والاسهل والاسرع يعني. بالظبط. في طبعا اكلات كتيره قوي مصريه، وزي ما انت قلت ان المصريين بيحبوا او بيعشقوا وبيستطعموا الاكل طبعا. عندنا وجبات كتيره جدا حلوه جدا، لكن كل واحد زي ما انت كنت لسه بتحكي عنده الحاجه بتاعته اللي بتفكره بحاجه معينه، فبالتالي هو مرتبط بيها. فانا النهارده لو هقول اكله مرتبطه بيها ولسه بحب اطبخها او اكلها وبجد بحبها جدا، هي المكرونه والفراخ البانيه. انا كمان عارفه ان انت بتطبخ حلو قوي، بتتذوق حلو قوي، فعايزه اعرف منك ايه الاكله اللي انت مرتبط بيها. انا بحب كل الاورينتال، انا بعتز جدا من مطبخنا الشرقي، بحب كل الاكل الاورينتال، يعني عندي انتماء شديد لمطبخنا المصري. بس في اكله بالنسبه لي هي الابسط زي ما انت قلت كده، والاسهل والاسرع، وامي ربنا يديها الصحه وطولة العمر كانت بتعملها حلو قوي. الرز بالشعريه وصينية الفراخ بالبطاطس. الله. حاجة بسيطة وسهلة. الله. وفيها نفس، وفي نفس الوقت بترتبط معانا بذكريات يوم الجمعة، حيث خالتي جاية، جدتي عندنا، العيلة، البتاع. فهي بالنسبة لي لو قلت لي أكتر أكلة بتحبها من زمان، والله العظيم أنا يعني وأنا أقرأ كده البتاع شامم ريحتها. طب بتعرف تطبخها؟ بعرف اطبخها كويس كمان. وبالنسبه لي هي اكله بسيطه ما فيهاش تعقيد. بص انا قلت لك هو كل الاورينتال، يعني مثلا محشي الكرنب بحبه جدا، بموت فيه، بحس ان هو حاجه مسكره بعشقها. الحاجات البسيطه ما بحبش الاكل الدسم قوي يعني. بميل حتى في الاورينتال وان كنت او مطبخنا الشرقي للحاجات اللي هي سهله الهضم زي ما انت قلت كده، الاسهل والاسرع والاخف. على اي حال ذكرياتك بقى في المصيف، ذكرياتك وانت صغير، ذكرياتك وانت في المدرسة، ذكرياتك وانت في الجامعة مع أصحابك، دي كلها بتمثل ألوان النوستالجيا اللي بنتكلم عليها بس. ودي حاجات من الحاجات اللي فعلا زي ما انت قلت
كل مرحله على فكره وليها ارتباط عنوانة معين سواء باكله بمكان باي حاجه. فممكن فعلا هل انت اتغيرت صينيه البطاطس بالفراخ دي يعني ارتباطك بيها من سن لسن؟ يعني مثلا كنت تحبها اكتر وانت اكبر شويه وانت اصغر كنت تحب حاجه ثانيه؟ اتغيرت في التوابل بجد. يعني تطور التوابل ودخول اخواتنا السوريين ربنا يكرمهم ويعزهم يا رب. هم يعني هم شاطرين قوي حلوين قوي، انا بحبهم وبحب مطبخهم جدا. وهم جم كمان باعطارتهم. يعني هم عندهم عطاره حلوه وعطاره مميزه، وهم شطار كمان في تخزين العطاره. يعني لو رحت العطاره عاديه قديمه ممكن تلاقي الحاجه ايه قديمه مكمكمه بتاع، هم شطار في الحته دي. اخواتنا السوريين عندهم بهارات حلوه قوي وشطار جدا في حفظ البهارات في طريقه حفظها، فيمكن ده اللي اتطور الموضوع شوي. انا بالنسبه لي دي الحاجه البسيطه، انت بقى هتعمل ايه؟ خلينا نسال الناس، اكيد الناس كل واحد فيهم عنده حاجه معينه، عنده حاجه معينه، سواء بقى في مصيف زي ما قلت، في جامعه، عند جدته، عند خالته، يوم الجمعه، مسافر، ما اعرفش ايه، لكن النوستالجيا والاكل اضربهم في ميكس وطلع لنا اجابه واكتبها لنا على السوشيال ميديا عشان اناقشها معاك. ايه اكتر اكله بتحبها من زمان ومرتبط بيها؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم اللي هنستعرضها ان شاء الله في خلال الحلقه النهارده معانا لغايه الساعه 10 صباحا. هنقرا فيها كل الكومنتس بتاعتكم. اهلا بيكم في حلقه جديده، صباح الخير يا مصر.